نعتبر هذا جزء من المعركه السياسيه والاعلاميه، معركه التشويه السياسي والاعلامي، ونتوقع معناها في الايام القادمه ايضا باش تسمعوا معارك اخرى من هذا القبيل. هذا جزء من حمله معناها ممنهجه ومنظمه للاساءه لوزير الخارجيه. انا نقول لكم بكل وضوح، معناها الحمد لله ايادينا نظيفه، وكل ما في الامر في اطار بعض المهام المرتبطه بالشغل يضطر وزير الخارجية من حين لآخر بحكم ارتباطات العمل اللي قام في نزل، خاصة نزل شيراتون القريب من وزارة الخارجية، واللي يتولى العملية القيام بعملية الحجز وكل إجراءات هي وزارة الخارجية أصلا، وهذا أمر معمول به. معناه أنا كثير مرات أسافر في الصباح الباكر ولا أتي في ساعة متأخرة من الليل، أو طبيعة العمل في بعض الأحيان كمل الشغل في وزارة الخارجية 11 منتصف الليل، اضطر من حين لآخر أن أقيم في شيراتون لأوقات لأيام معدودة. معناه يطلق الوزير أن دفع أي مليم واحد خارج نطاق العمل، والامور هذه مثبته والحمد لله معناها بكل شفافيه. وانا ما اشيع ان المراه العشيقه وكذا اللي هو امر مضحك، هذه هي قريبه من العائله، ولم ادفع اي مليم واحد خارج نطاق الشغل على اي فرد من العائلة. ذكر أيضا أن وزير الخارجية أيضا فيما يتعلق بالإقامة في أثيوبيا أديس أبابا، أنا لم أتدخل أصلا في موضوع الإقامة في أديس أبابا، سفارتنا هي اللي تقوم بالعملية من البداية إلى النهاية، وبإمكانكم أن تتصلوا بسفيرنا في أديس أبابا السيد الشوشي ويوضح لكم الأمر هذا. فأنا أعتبر هذا جزء من المعركة السياسية والإعلامية اللي قاعد يستهدف بها وزير الخارجيه، وقد يستهدف وزراء اخرين، ومثلما استهدف ايضا وزراء اخرون. فالحمد لله ايادينا نظيفه، وهذا كما ذكرت انا جزء من الحمله الممنهجه والمنظمه التي تستهدف وزير الخارجيه.